السياحه تاعنا درناها في الجزائر لهنا على مستوى دورنا وشفنا الحمد لله. واللي يقول لك المفلك اللي يقول لك اللي مشى خم اللي جا. حنا رحنا السياحه تاعنا درناها في تندوف تسمى لا شغل تورني درناها شفنا بلادنا اول حاجه قبل كلش اقصى الجنوبيه الصحراء. ومن تندوف رحنا لبشار ومن بشار زد كملنا رحنا تسمى الوهرن ومن الوهران تما رحنا لتلمسان والحمد لله هذه راهي الحقيقه توقال. وهنا طلقناها في الباجا تاعنا في موج قال هضره تاع الاعلام ولا التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا ذاك في الحقيقه ما كانش اللي ما عملوش بها. والحمد لله بلادنا هي راهي مليحه فيها سياحه فيها ثقافه فيها حوايج بزاف سيتو وهران ولا تلمسان ولا الجزائر لهنا في الجزائر العاصمه كما حاليا راني في الجزائر ما شاء الله فيها في كل بلاصه البلاد تاعنا فيها الخيرات في كل بلاصه فيها تحواس فيها ثقافه فيها الامن فيها الوئام فيها السلام فيها حوايج بزاف ما شاء الله. وحنا ركا السياحه اللي درتها تقريبا المصاريف 55 مليون 47 مليون.